صباحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقه جديده من برنامج الديربي. حلقتنا اليوم فيها اكثر من موضوع راح نطرحه للنقاش ان شاء الله تثرون البرنامج بمداخلاتكم ومشاركاتكم، وايضا تستمتعون وتستفيدون من تحليلات ومداخلات ضيوفنا ومحللينا اللي متواجدين معنا اليوم. على اليمين مدير فريق التضامن السابق اخونا محمد العدواني، بجانبه مساعد مدير جهاز الكره في نادي كاظمه السابق اخونا صالح عنيزي، على اليسار اللاعب الدولي السابق والمحلل الرياضي ايضا الدكتور جاسم الهويدي، واخر الحضور اللاعب الدولي السابق والمحلل الرياضي ايضا الكابتن احمد موسى، وهذا يمكن اول زياره لنا بعد طبعا وفاه والده، ونعزي مره اخرى. احنا عزيناه على الهواء مباشره قبل ايام، ولا باس ان نعزيه مره اخرى ونقول له عظم الله اجرك انت واسرتك الكريمه يا ابو عائشه، وان شاء الله مثواه الجنه ان شاء الله. امين يا رب. اللي حاب يشاركنا ارقام هواتفنا موجوده على الشاشه، نسعد بمشاركاتكم ومداخلاتكم معنا. ايضا بامكانكم التواصل معنا عبر وسائل التواصل الخاصه في البرنامج، شركه طبعا حساب تويتر الخاص بالبرنامج او انستغرام او الفيسبوك او الموقع الشبكه الخاص بالشبكه العنكبوتيه. ايضا نشكر الوكيل الاعلاني لبرنامجنا شركه التون جرافيكس، وهذا الرقم يا اخوان رقم الاعلان، يعني في بعض الاخوان قاعد يتصلون في زملاء في الشركه، اللي عنده ملاحظه، اللي عنده مشكله، اللي عنده عتب، اللي عنده يبي يدخل مداخله في البرنامج، كل هالامور هذا يعني الاخوان في شركه التون جرافيكس ما لهم اي علاقه في هذا الموضوع ولا لهم اي علاقه في البرنامج، فقط متخصصين في الاعلان التجاري. شكر لرعاة وداعمينا شركة كويت ريد، مطعم التسيمو، مطعم سيامي وسطى، بن العميد، أطياب المرشود، الشركة الكويتية لخدمات طيران كاسكو، تولز بيتزا، ليمون لايم، هاتف 2000، دير اندير، ومعرض بريمير سبورت، وكلاء جيفوفا وزيوس في الكويت. قبل لا نبدأ أيضا نعزي أخونا العزيز أخونا الكبير المخرج طبعا العم حسن سراب، وفاة طبعا احد الاقرباء، نعزيه ونعزي اسرته الكريمه العم حسن سراب. طبعا المخرجين معروفين في تلفزيون الكويت، وسبق ان يعني عاصرته وعاشرته، فنسال الله تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته. نبدا اول موضوع في حلقتنا اليوم، جائزه نجم الجوله حسب اختيار محللي برنامج الديربي، والجائزة مقدمة من رجل الأعمال سامي علي الدبوس مشكورا أبو غانم. خلنا نتعرف على الفائز بالجولة الماضية من دورينا. صالح الجنفاوي اختار الحارس خالد الرشيدي، سعود مشلش اختار خالد الرشيدي، فرج لهيب اختار مع مسعود فريدون أحمد الظفيري، منصور التنيب وصالح العنيزي اختاروا علي شراغ، عبد الرحمن موسى، الدكتور محسن العنزي، يوسف الملا معدنا، وعبد الله العجمي معدنا اختاروا خالد الرشيدي. اذا ست العجمي اختار احمد الظفيري عفوا. فهد الصلال مراسلنا اختار خالد الرشيدي، فواز صلال اختار علي شراغ، خلف السلامه وعبيد منور ووليد الانصاري اختاروا خالد الرشيدي، طير شرقاط ومحمد العدواني اختاروا احمد الظفيري، خلف العنزي مراسلنا وانور يعقوب اختاروا خالد الرشيدي، مشعل حميد اختار علي شراغ، محمد كرم اختار ايضا علي شراغ، راشد بديح ومحمد صباح النصر، محمد صباح العدواني وصلاح مرزوق وشاب حاجيه اختاروا احمد الظفيري، احمد موسى لم يصوت، نواف الخالدي ومشاري جاسم الدكتور جاسم ومشاري جاسم اختاروا خالد الرشيدي، دكتور جاسم الهويدي اختار احمد الظفيري. اذا خالد الرشيدي هو نجم الجوله حارس مرمى القادسية بعد حصوله على 13 صوت، نقول له مبروك. منافسة كانت شرسة بينه وبين أحمد الظفيري، وأيضا دخل معاهم على الخط علي إشراغ. علي إشراغ الله مع احترامي، لأن المباراة ما كانت منقولة. لو المباراة منقولة لا ما كانت منقولة، أدري أقول لك، لو يعني لو منقولة كان يمكن شافوا شنو سوى بالمباراة، بس اللاعبين خالد الرشيدي وأحمد الظفيري يستاهلون، وفادهم النقل التلفزيوني. بس علي جراغ في مباراة كاظمة أدى أداء يعني يشكر عليه، وكان نجم المباراة. نعم. بس ظلمة في الجائزة هذه وعدم ترشيحه عدم النقل التلفزيوني.
بجاسم تعيد عدم نقل المباراة. أنتوا تابعتوا يمكن بقية المباريات إلا هالمباراة بحكم النقل. لا أنا أمسي عليك أو شيء وعلى الأخوان وبنقل لك رسالة سلام من الأخ نعم محمد البناي والنعم مدير والنعم الكرة السابق بنادي القادسية وعضو مجلس إدارة. سلم عليك سلام وايد يقول سلمنا على عبد العزيز. بالنسبة حق كلام الأخ صالح على الجولتشي علي نجف علي جراق أنا صراحة يمكن شفت الشوط الأول من المباراة نعم زين أدى الولد خش 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 حارس حق المستقبل يعني بالنسبة حق نادي كاظم يعني زين ولكن ظلم مثل ما تفضل أخوي صالح إن المباراة مو منقولة نعم فأنا كمتفرج أبعطي كل واحد حقه لازم أشوفه صحيح يعني وذاك اليوم ما أدري ليش ما نقل المباراة يعني ما كان التلفزيون فيه رسميات وايد بالدولة يعني ما نقل المباراة ليش ما نقلها والله ما أدري سؤال توجه حق وزارة الإعلام عشان نادي الكويت يعني يلعب الساعة 6 لا ما له شغل ما له شغل ممكن صح ممكن لا ممكن لا ممكن لأن مباراة كان سبورت بلس عليها اليد والأساسية عليها نادي الكويت هذه قبل إيه بس قبل راح تتزامن مع المباراة في استديو إيه ما راح لا مباراة الكويت ما بيها ما كان فيه لا ويقول لك حق الدوري راح يسوون استديو مباراة الكويت الفريق مال الاستديو انتقل راح للمبنى بلغوه إنه ما في خلاص المباراة ما راح تنقل الفريق الإيراني رافض النقل زين بعدين نقله معلومة مؤكدة أبو جاسم مني أنا أخذها مني أنا نعم أبو دكتور استحق خالد الرشيدي يعني أول شيء يعني نمسي على ضيوفنا أبو جاسم وأخوي صالح وأيضا أخوي أحمد موسى وعليك عزيز ومبارك أيضا حق الفائزين سواء خالد الرشيدي أو أحمد الضفيري يستحقون ولكن أنا أتفق مع أخوي صالح اليوم إشراق قاعد يقدم مستويات مو بس المباريات اللي ما تم نقلها حتى المباريات اللي كان تنقل كان هو أيضا يكون أحد نجوم نادي كاظمة ويكون مبدع أمانة بالحراسة يعني لاعب مميز إن شاء الله نشوفه مستقبلا مع المنتخب يعني لاعب صغير بالسن علاوة على ذلك حارس متميز صحيح. يعني حارس ما كان يعني أنا صراحة فاجأني بأكثر مباراة أشوف كاظمة فيها أقول له الحارس يعني مو وجود هالحارس ممكن يغلبون كاظمة يطلع كور صراحة يعني حراس كبار يعني مستوى على نفس مستوى الحراس الكبار نعم. فهنيئا أمانة لكاظمة بهذا اللاعب وأيضا نتمنى له أنه يستمر على هذا المستوى أساس نشوفه بالمنتخب نعم أبو عائشة يعني أنت معذور أكيد ظروف هذا بس هي نقطة إشراف يعني أنا ما شفت المباراة أمانة يعني يستاهلون الإخوان مثل ما تفضلوا وأنا أتفق مع يعني محمد إن أي مباراة غير منقولة هي راح تبخص حق اللاعب وظهوره وانتشاره كإعلام لكن اليوم ما يحز بالخاطر اللاعب على الإطلاق إنه لاعب العربي يعني أنت اليوم هذا حارس أنت كنادي العربي فرطت فيه أنت المفروض اليوم أنت هذا يكون واحد من الركائز الأساسية في النادي مع طبعا الكابتن الكبير سلمان عبد الغفور اليوم أنت للأسف إحنا يعني في فترة معينة ضحينا بلاعبين اليوم قاعد نشوفهم نجوم في أندية أخرى فهذا يعني هاي رسالة للإخوان في مجلس الإدارة يعني اليوم أنت يعني هاللاعبين اللي أنت فرط فيهم اللي هم أبناء النادي اللي ترعرعوا في النادي وقدموا شيء كثير كان مفترض إنه يأخذون فرصتهم عندنا في النادي طبعًا يمكن أنا ما أدري ماني متأكد طلعوا بس أعتقد هم مو على المجلس الإدارة هذا على المجلس الإدارة السابق هو طلع نعم. اللاعب لأنه صار أعتقد يمكن موسمين أو ثلاثة مع كاظمة نعم فبالتالي يعني في لاعبين إحنا فرطنا فيهم كان يفترض اليوم إن إحنا نشوفهم موجودين في النادي وهم مركز نعم. النادي اللي رشحوا علي جراق ترى كانوا حاضرين بالمباراة انا شفتهم ما عدا مشعل حميد نعم اللي شافوا المستوى رشحوا علي جراق نعم. عموما يستاهل خالد الرشيدي نقول له جود لك مبروك اعتقد الانصاف قاعديه من 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 محللينا من متابعينا هذا الحارس مثل ما قالوا الاخوان قاعد يهضم في المنتخب امانه يعني خلكم منصفين ايضا حراس المنتخب الموجودين ايضا لا يقلون كفاءه ايضا عن خالد أمانة صعب تختار من بين الثلاثة الموجودين وإذا أضفت عليهم أيضا خالد الرشيدي لكن جميعا والنعم فيهم أخطبوط الحراسة والنعم فيهم جميعا يعني الفترة اللي بعد مباراة المنتخب بالدوري المميز سليمان عبد الغفور وراء خالد الرشيدي نعم يعني جدا كانوا مميزين بالفترة اللي بعد مباراة المنتخب نعم
عموما مرة أخرى شكرا لأخونا العزيز سامي الدبوس على دعمك لهذه الجائزة وتكريمك للفائزين، وإن شاء الله أيضا تتواصل معنا في دعم هذه الجائزة ودعم لاعبينا. خلنا ننتقل لموضوع آخر. الموضوع الآخر إحنا يعني دائما يحس في خاطرنا لما نشوف أي رياضي يمر في ظرف صعب، في ظرف صحي، في ظرف يعني خلينا نقول بحاجة إلى وقفة من المسؤولين من الرياضيين. أحد اللاعبين اللي من أول ما يعني طلع الخبر وطلعت المعلومة حول هذا اللاعب يمكن طولنا تقريبا شهر أمانة حتى قابلنا هذا اللاعب اللي خدم الرياضة الكويتية، خدم الكرة الكويتية، لاعب طارق سالم، خدم نادي التضامن. فقلنا يعني على الأقل بعد شهر ممكن لما تقابله، يمكن أكثر بعد، أعتقد تكون في تطورات في مستجدات في أمور تشيل عن هاللاعب الوضع اللي هو عايش فيه. خلينا نشوف خلنا خلف العنزي زار اللاعب طارق سالم، نشوف هذا التقرير وبعدها سأترك المجال للإخوان ولمشاهدينا أيضا ومتابعينا التعليق على حالة اللاعب طارق سالم. طارق سالم بوفواز نجم نادي التضامن ومنتخب الكويت سابقا تعرض لإصابة. ماذا بعد الإصابة؟ قبل الإصابة بوفواز طارق سالم نجم كبير في الملعب، الكل يحبه، الكل يصور وياه، لكن بعد الإصابة بوفواز ما تشوف شر أول شيء، والحمد لله على سلامتك إن شاء الله. كلمنا شنو إصابتك؟ إصابتي والله تعرضت لعارض صحي على أثر فقدت البصر، والحمد لله على كل شيء، راضي بحكم الله وقدره إن شاء الله. قبل مباراة الزمالك المعلومة اللي عندي قدساوي متعصب. والله قدساوي حتى النخاع، ولكن البيت الأول التضامن. في مباراة اعتزالة وضع صورة الشهيد على تيشيرته وجميع من في الملعب، ليه؟ أنا كان قدوتي وعمري وحياتي الشيخ فهد، الشهيد فهد الأحمد، أنا حتى ولدي بغيت تسميه فهد، فخفت أحد يمد إيده عليه ولا شيء ما أرضى، بدرء أن المشاكل سميته هم بحرف الفاء فواز. قام طريت عيال الشهيد أو الشهيد فهد الأحمد، خلينا نقول عياله، تجمع لك علاقة فيهم؟ في أحد زارك بعد هذا العرض؟ أنا والله المقربين مني الشيخ طلال الله يشافيه إن شاء الله ويعافيه، هو المقرب يعني عندي، هو الصديق يعني من عيال الشهيد تقريبا، ولكن ما زال ما تدري شنو ظروف العالم، تدري ما تدري وظروف علاجه، الله يشافي الشيخ طلال إن شاء الله. الاتحاد والله اللي سأل بس خالد الشمري، كابتن خالد الشمري هو اللي دق عليه وسأل. نعم بس خالد الشمري، بس خالد الشمري عتبي اللي درى وما حضر، لأن أنا يعرفوني راعي مواجيب، في أي مناسبة حزن فرح أتواصل مع العالم. أنا اللي ما حضر درى وما حضر بعذر على قولتهم يعني عذره معاه، ولكن اللي عرف وما حضر هذه المشكلة، ما أدري شو أقول لهم. الآن الأوان إن نحتاج إلى جمعية الكويتية للرياضيين، حالنا حال جمعية المهندسين، جمعية المحاميين، لحماية الرياضي الكويتي سابقا أو حاليا. وهذا أنا صراحة ناشد فيها أعضاء مجلس الأمة. طارق سالم هذه مناشدته لأعضاء مجلس الأمة. طارق سالم فقد البصر وهو نجم كبير خدم نادي التضامن والمنتخب الوطني، موعده في المستشفى الحكومي ياخذ أشهر، يضطر يروح في الخاص، أجل موعده معاي مرتين أساس المستشفى والمواعيد. أتمنى
يعني يتم الالتفات لمثل هؤلاء النجوم، خاصة في مثل لما يحوشهم عارض صحي. كنت معاكم في برنامج الديربي، أخوكم خلف المنسي. والله يعني شوف يعني كلنا ترى يشوف تلفونك، لأن أنت موجود واقف. أنا مثلا أقدم برنامج تلقى التلفون ما يسكت 24 ساعة، اللي يتصل فيك اللي والله ها عندنا مشكلة، نبي أبي مداخلة، أبي عندنا مشكلة في النادي الفلاني، خل يوقف البرنامج، خل مو أنا اللي أقدم البرنامج، أطلع من البرنامج يقدمه واحد ثاني، والله ما حد يدري عنك ولا حد يسأل عنك، ولا راح يقول لك في يوم من الأيام والله هذا عبد العزيز ما قصر ويانا، وقف دخلني مداخلة في التلفزيون وخلى الناس تعرف مشكلتي، أو مثلا والله طلع لنا كاميرا. ما حد لأن هذا حال، للأسف هذا حال الوضع في الكويت عندنا. ما أدري يعني ما أبي أكثر أكثر من الكلام، لكن عندي فاصل، بعد الفاصل بخلي الإخوان يتكلمون. لكن النقطة الثانية أيضا هي مناشدة للشيخ الدكتور باسل الصباح وزير الصحة. يعني إذا هالنجوم اللي خدموا الكويت ورفعوا علم الكويت ورفعوا اسم الكويت، يا أخي نفس ما اللي في مكتب حق المعاقين أو حق ذوي الاحتياجات الخاصة، حط مكتب حق اللي خدموا الكويت في المجالات الأخرى. ما أتكلم بس الرياضة، أخلي مكتب حق في عندنا نجوم. يعني اليوم ليش مناشدة تكون موجودة عشان والله مثلا لما وقفتوا مع العم عبد الكريم عبد القادر أبو خالد، ها فناننا الكبير، في شخصيات أتكلم بالفن بالثقافة بالاجتماع بالسياسة الشخصيات، يعني يا أن عنده واسطة عشان أحد يساعده، يا أن والله نفس حال أخونا طارق سالم مناشدات بالتلفزيون. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، أنا يعني أعرف الشيخ طلال الفهد عن قرب، وأدري فيه ما يقصر وراعي مواجيب ويزور، وأمانة يعني حالة وفاة تلقاه موجود يعزي، عرس موجود يبارك، عذره معاه، أنا مع أخونا طارق سالم، لكن أنا أعرفه مش على يعني على الأقل ترى اللي يعتب عليك ويحبك، يعني تدري إيش كثر معزته عندك لما أنت تسأل عنه أو تزوره أو تتصل فيه، أكيد له مكانة عند هالشخص اللي هو طارق سالم، وخاصة أنه قال أن أنت صديق مقرب لك أو أخ عزيز لك، فكنت أتمنى يعني أكيد عرفت بموضوع، يعني كنت أتمنى منك على الأقل مكالمة حق طارق، وإحنا ندري ترى الوضع اللي حالياً عرف عيال الشهيد، يمكن حتى لو واحد بيروح بيودي معاملة وبيقول له والله من طرف الشيخ طلال ولا الشيخ فهد طلال فهد ولا الشيخ أحمد فهد يمكن ما تمشي، احنا ندري هالأمر، لكن يعني على الأقل شلونك، شخبارك، ها عسى ما شر، محتاج شيء، شو اللي أقدر أساعدك فيه، يعني الكلمة الحلوة يا أبو مشعل، وانت تعلمنا، احنا تعلم منك، مو احنا يعني استغفر الله ما أنا بنعلمك هالأمر، لكن هي مجرد ملاحظة وعتب، وأتمنى تتقبلها مني أخ صغير لك، لأن حس في خاطري أن الأخ طارق عتبان عليك، يعني يدري مكانته عندك ويدري شنو قدره عندك، فكنت أتمنى تتصل عليه تروح للبيت. عموما أروح لفاصل وبعدها سأترك المجال للإخوان للحديث عن هذه الحالة. صباحكم الله بالخير. نعود لمشكلة لاعب التضامن ومنتخب طارق سالم. أخونا الأخوان في جريدة آيوش دازين تغريدة يقولون وين المشكلة أبو سعود؟ هذه رياضتنا، طول ما أنت صاحي الكل يبيك، لكن بس تطيح الكل راح ينساك. فعلا خوش إداريين عندنا. أبدي مع أبو جاسم، ولد ناديكم. أول شيء الحمد لله على كل حال، وطارق سالم من اللاعبين اللي أنا في عهدي عاصرتهم من كان لاعب تحت 17. طارق سالم من الناس المهذبين جدا وأخلاق عالية، والإصابة اللي حاشته هذه بعيد الشر عنه إن شاء الله يتعافى منها. وطارق من الناس اللي لهم فضل على كرة نادي التضامن. أعتقد أن مجلس إدارة نادي التضامن ما قصر في طارق، قام رئيس النادي في زيارته للبيت وطمن عليه الأخ سرحان ركاكة، وقال له أي شيء تبي أنا على استعداد أني أقوم في المهمة اللي تبيها.
وهذا الشكر يوجه حق نائب الرئيس يعني، واعتقد هو نقل تحيات رئيس مجلس اداره واعضاء مجلس الاداره. طارق سالم من اللعيبه من الصعب انك تعوضه في الملاعب بعد ما اعتزل، ولكن شرها مو على الاسره الرياضيه، شرها على الحكومه، لان هذا الولد خدم منتخب الكويت وضحى باشياء كثيره انا اعرفها، اشياء خاصه فيه كثيره ضحى فيها وانا اعرفها عدل يعني زين من اجل الكره الكويتيه، ولكن هذا قضاء رب العالمين ولا نقدر نسوي شيء. ابو محمد. والله شوف سعود، يعني شيء حزب الخاطر لما تشوف نجم خدم الرياضه الكويتيه وخدم منتخب الكويت، تشوفه اليوم يناشد بالتلفزيون، المفروض المسؤولين هم اللي يبادرون حق اللاعب، مو اللاعب ينطر مناشده من احد ولا منا احنا. يعني لمت احنا عيزنا ونقول في غيره وغيره ناس وايد، وياما احنا ناشدنا لكن ما حد قاعد يسمع. اليوم دور مثل ما قال ابو جاسم، دور الحكومه وكلامه عدل، جمعيه حق الرياضيين تشوفون احوال الرياضيين. اليوم صارت الرياضه طارده، اليوم اولياء الامور ترى الغالبيه ما وده ولده يدش نادي. نعم. اذا ما في ماده او حط لك ناديين غير الكويت والغاتسيه، ترى ما حد قام يودي مو نفس قبل. نعم. طيب دكتور. والله شوف طبعا يعني طارق سالم يعني مهما نتكلم عنه صراحه ما راح نوفي حقه، ريال يعني في دماثة خلق، رجل اعطى الكثير امانه للرياضه سواء على 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 ناديين التضامن او حتى المنتخب الكويتي. اللي حزب الخاطر ان نشوف امثال طارق وامثال طارق نوصل لهالمرحله ان احنا نناشد له المسؤولين بالرياضه، مع ان انت ما تحتاج كل هذا امانه يعني اخوي عزيز. اليوم اجتماعات مجالس ادارات الانديه لو يجتمعون مع الهيئه العامه للرياضه ويحطون بند اسمه التامين الصحي اللي كان متواجد من شروط ايامنا ما كانوا الكويت تسمع، احد بنود الكويت تسمع اللي عملها صاحب السمو وشكل فيها لجنه ان في تامين صحي للاعبين، حتى هذه اللحظه التامين الصحي مفقود، مع انه من تطوير الرياضه يعني احد بنود تطوير الرياضه التامين الصحي. على المفترض ان جميع على اعضاء مجلس اداره الانديه ان يجتمعون مع الهيئه ويحطون بند، يرون انه يكون بند يدفع له مبلغ من قبل الهيئه العامه للرياضه اللي هي ممثله الحكومه بهذا الوضع ومقدر له 50,000 دينار مثلا. للاعبين قدامه، للاعبين مثلا نادي عندك يصيبه يعني بحادثه سبحان الله، باصابه ملعب كذا مو قادر مثلا. لما كنت في منصبك في الهيئه هذا امر مادي يعني امر يتعلق في الماده، ما تطرقتوا له ما حاولتوا تطبقونه؟ لا تكلمنا فيه وراح المجلس الاداره وتكلموا في مجلس الاداره، المفترض ان الحين يطبق، المفترض ان الحين يطبق لانه هو اساسا قلت لك انا جاهز هو. علاوه على ذلك ليش نوصل حق ان احنا نعرض نفس هالمشاكل بالتلفزيون؟ صراحه الدوله مسؤوله عن لاعبينها، مسؤوله عن ناس ما تفضلت، عن الفنانين، عن الكتاب، عن ان كان. الحين احنا قاعد نشوف علاج بالخارج، ناس ما فيهم شيء يروحون يتعالجون علاج بالخارج. زين باب اولى نفس طارق وامثال طارق قبل فتره فتحي كميل. ليش انه اثير بالتواصل الاجتماعي دخل معالي وزير الصحه وسفره. زين لازم تثار مشكله بالتلفزيون. يعني انا ليش مثلا انا ما بيطلع بالتلفزيون؟ انا مصاب ما بيطلع بالتلفزيون. اروح حق نادي مثلا. هو متكفل فيه انه يعالجني، حتى لو انا بطلت يعني. مو مسألة إن أنا بطلت يعني خلاص انتهت العام، زين أنا ما عندي المقدرة إني أنا أعالج على إدارة النادي اللي أنا لعبت له وخدمت له سنوات تعالجني. نعم صحيح. أو حتى كلش يبقى تساهم بجزء من العلاج، ولكن أنا ما أخلي لاعبي يطلع بهذا المنظر. إحنا كرياضيين وأيضا رياضيين موجودين الآن اللي قاعد يشوفون لما يشوفون إن إذا وصلوا لحق مرحلة طارق أو عمر طارق وبيعتزلون راح يصير هذا حالنا، شو يقولون عن رياضتنا؟ صحيح. يعني اليوم السعوديه يمكن سبقتنا، يمكن اليوم يترأس لجنه مشكلينها بالسعوديه كابتن ماجد عبد الله. نعم. لاستدعاء احتياجات اللاعبين السعوديين. واحده من الامثله ان عطوا لاعب سعودي ما كان عنده بيت عطوه بيت. الانديه اللي مثلا الكبيره قاعد تشوف دخل حق مثلا لاعب من اللاعبين المتوفين سواء عبد الله شريده ولا خميس العويران الله يرحمهم، خلوا دخل مباراه للاعبين. شوف شلون يقدرون اللاعب.
احنا ليش نوصل حق هالمرحله كان اللاعب يطر من المسؤول؟ نعم باي والله شوف بالبدايه طبعا يعني نقول حق اخونا ابو فواز اجر عافيه وما تشوف شر يا اخوي وان شاء الله باذن الله يعني تروح للعلاج مشافة وترجع مشافة معافى. يمكن انا اتفق مع كلام محمد يعني اليوم احنا التامين الصحي شيء ضروري اصبح للاعب يعني هذا لابد انه قبل حتى لما يو وضحكوا علينا بسالفه الاحتراف الجزئي كان من باب اولى يكون في تامين صحي لا تعطي احتراف جزئي حط تامين صحي هو افضل اللاعب الحالي والمعتزل اليوم انت يعني بعيد عن التامين الصحي اليوم انت مثل ما قال محمد يا اخي حط بند بالعلاج بالخارج حق الناس اللي خدموا الكويت كلاعبين كفنانين ومطربين اللي هو رفعوا اسم البلد يا اخي انت اليوم يعني على قولتي يعني سوري بالكلمه لكن المريض والغير مريض قاعد يروح يتعالج بالخارج ويستانس ويصيف ويقعد له 3 4 اشهر زين هذا من باب اولى بدل ما انت تودي هالعالم يبقى ود هذا اللي خدم البلد اللي ضحى مثل ما قال ابو جاسم يعني ترى اللاعبين كلنا ضحينا باشياء وايد بحياتنا لما كنا لاعبين بدراستنا بوجودنا مع عيالنا يمكن في لاعبين انا واحد من اللاعبين يمكن ما سافرت مع اهلي خلال فتره مشواري وانا كلاعب لان بالصيف دائما معسكر واغلبنا كذي فبالتالي اليوم انت يعني هذه حاله مثل ما قالوا الاخوان ليش احنا نوصلها لازم تطلع بالتلفزيون عشان يلتفتوا لها المسؤولين ليش ما يكون في باب في العلاج في الخارج اللاعب يروح له دايركت انا كلاعب خدمت الكويت او مثلت نادي ومثلت المنتخب اروح يبا تعال انا عندي اصابه لازم اروح اتعالج حتى اللاعب الحالي الحين لما يتعور لاعب بالمباراه ليش لازم النادي يقط له قطيه وتناشد مثلا جزاه الله خير السيد خالد الغانم قاعد نشوف الحين بالفتره الاخيره وهو قاعد يرعى علاج اغلب لاعبين الكويت مو بس نادي الكويت الانديه الكويتيه كلها سله وطائره والجود ويد وقدم كل ما تعور لاعب راح حق محمد زين انت ليش احنا نوصل للمرحله ليش ما نخلي في بند يخلي اللاعب في العلاج بالخارج وهو يوديه يتكفل بعلاجه فانا اعتقد اليوم احنا قاعد نعيش في فوضى يعني امانه في الرياضه نعم عموما احنا اللي نقوله بالختام وقفه من الاخوان يعني اخونا ان شاء الله مثل ما قال اخوي ابو جاسم اخوي سرحان الركاك ان شاء الله ما يقصر موضوع المواعيد هذه نتمنى ايضا معالي وزير الصحه يجد حل لهذه المواضيع حتى وان كانت الصحه تتكفل في مثل هذه المواعيد في بطريقه اخرى ما ادري عاد شنو الطريقه هم اقرب لحل هذه المواضيع. خلينا ننتقل لاتصالات مشاهدينا ومتابعينا ابدا باتصال مع اخونا العزيز محمد رضا معرفي المتحدث الرسمي باسم نادي القادسيه. يعني امس كان في موضوع يتعلق في الاتحاد الكويتي كره الطائره وايقافهم لاعب نادي القادسيه، اكثر من موضوع صراحه بنناقشه معاه. عندنا موضوع وقفة الجمهور القدساوي مع النادي واعتقد حطوا بالانترنت بيع التذاكر وسووا حملة ان الجمهور يشتري تذاكر مباراة الساحل. اكثر من موضوع راح نناقشه مع اخونا محمد رضا معرفي. ابو جاسم صبحك الله بالخير. بداية الاتحاد الكويتي كرة الطائرة وقف لاعبكم واليوم وصلوا لي كتاب ان هو حدد نوع الايقاف انه مع المنتخب مو مع الدوري او مو مع النادي عفوا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم صبح عليكم بالخير جميعا. صبحك الله بالنور. طبعا اللي حصل مع الاتحاد الكويتي لكره الطائره هو يعني حلقه جديده في مسلسل التخبطات يعني الاتحادات الرياضيه بالكويت واللي يعني دائما في هناك عنصر ثابت في هذه التخبطات انه دائما ما تي على نادي القادسيه. امس كانت عندنا مباراه مع نادي الشباب وقبل المباراه بساعات جانا يعني كتاب من الاتحاد الكويتي لكره الطائره يعني من سطرين انه تم ايقاف اللاعب فلان الفلاني اللي هو اللاعب راشد صالح. نعم. اعتبارا من تاريخه. وذلك لتجاهله الامور الاداريه المتعلقه بالمنتخب الوطني فقط بس بكل بهالجمله لا في تفصيل لا استنادا على اي ماده اي لائحه الايقاف بشنو سببه ما في اي شيء. طبعا هذا الكتاب وصلنا قبل مباراتنا ساعات يعني. طبعا يعني لك انت تتخيل ان نفسيه اللاعب شنو صارت نفسيه الفريق ان اللاعب امس بتمرن معاهم انه اساسي مع الفريق
فجأة أنت خارج التشكيلة بسبب إيقاف. طبعاً التبرير اللي هي بشكل شفوي من الـ من الـ من الاتحاد خلال المباراة أنه أمور لها علاقة بالبوردينج للاعب خلال مشاركته مع المنتخب والمعسكر بشهر 9 يعني. فأمر جداً قديم والكتاب ما كان واضح. وخلال يعني قبل المباراة بدقائق قالوا له ترى عادي ممكن أنه يشارك اللاعب. مع العلم أن احنا دزينا لهم كتاب رسمي طلبنا فيه أن سبب الإيقاف استنادا على أي مادة مدة الإيقاف ما يعني رد. المضحك المبكي سعود أن اليوم يجينا رد، طبعا اللاعب ما شارك في المباراة. نعم. اليوم يجينا رد أن يعني الإيقاف اللي على اللاعب ترى إيقاف بالمنتخب مو بالمشاركات المحلية يعني. اليوم بعد المباراة بيوم يعني عقب ما ما شاركنا اللاعب لعبوا الحي الميدو يا فيعني وانا هني انا اوجه لا بس 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 لحظة ابو جاسم، هل متأكد ان الموضوع يتعلق في شهر 9؟ يعني هل الاتحاد قعد 4 أشهر بعدين أربعة أشهر بعدين اكتشف ان في يعني في خلل اداري من اللاعب بعد 4 أشهر؟ اي بامور المعسكر اللي طلع معاهم فترة المنتخب اذا تذكرون مشاركة المنتخب. إيه اوكي ما يعني 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 من شهر 9 من شهر 9 شهر 1 يعرفون ان في مشكلة مع اللاعب يعني؟ لا طبعا يعني اتحاد الطائرة حدث ولا حرج، الكل قاعد يشوف التخبطات اللي فيه. وانا هني انا اوجه كلامي بشكل مباشر للاخ فوز المعتوب، ايش قاعد تسوي؟ يعني امس يتصلون فينا الاخوان في بعض اعضاء مجلس الاداره في اتحاد كويت الكره الطائره انه ما عليه، ويعني يعني طوفوا لنا اياها، ترى الرجل يعني تصرف بشكل فردي وبروحه بلحظتها ارتجل وكتب الكتاب ودز. لان لو تشوف الكتاب عزيز كتاب مضحك من سطرين، يعني كتاب من سطرين يعني مبين لا مستند على ماده ولا مراجع مع قانونيين. واليوم عقب يعني 24 ساعه الظاهر الوقت اللي خذوه على ما يحاول يلقى له حجه يعني يطلع فيها، يقول انه والله الايقاف بسبب امور اداريه وهذا ايقاف عن المنتخب وليس عن مشاركات المحليه. طيب والمباراه اللي راحت علي امس؟ ولو انا مشاركه امس وتجيني عقوبه؟ اتحاد قاعد يتخبط ارتجال يعني بلحظتها وقرار لحظي غير المقبول للتعامل مع نادي القادسيه بهذه الطريقه. نعم ابو جاسم، بس الاخ فوز المعتوق لتاريخه كلاعب ونقدره ونحترمه. طيب ابو جاسم اليوم محمد امام نادي القادسيه، اوكي اخوي محمد، تحسب حساب لكل كتاب تنزل لنادي القادسيه تراجعه بدل المره 1000. اوكي اخوي محمد، دكتور جاسم الهويدي حاب بس يوجه لك سؤال. مساك الله بخير ابو جاسم. يا هلا اخوي، انا اتفق معك بس في جزئيه بس ودي استفسر منها منك. يعني هل الاتحاد زودكم بدايه الموسم باللائحه مالت الاتحاد؟ طبعا هو اكيد مزودنا باللائحه واحنا بكتابنا، يعني انا ما ابي اطول الموضوع لكن بردنا احنا على كتابهم اللي امس استندنا عليه على اللائحه وعلى على على انت شنو قصدك شنو بتوصل؟ انا بوصل له اذا كان مزودينهم فيكون بجاسم، يعني اتفق مع كلامه. اذا كانوا مزودينهم اتفق مع ابو جاسم ان انت لابد ان انت توضح بالايقاف سبب الايقاف، هذا هو شيء. شيء ثاني اذا كان مع يعني سوى مشكله مع المنتخب، واحنا كنا لاعبين منتخب كنا المفترض ان يوقفونا بالمنتخب، وقفنا لعبه منتخب وقفنا لعبتين منتخب بس ما وقفنا بالنادي. يعني انا يمكن صار وياي شهر وشهر 9 هذا الكلام ناهيك ان هذا الامر صار له اشهر. عشان اوضح موضوع اللائحه، طبعا لائحه المسابقات هم مزودينا فيها واحنا راجعنا لائحه المسابقات وما في اي بند في لائحه المسابقات يخول له ايقاف اداري بهذا الشكل، يعني طيب. مصطلح غريب بكتابه. أوكي. هو بكتابه لليوم قاعد اللي قاعد يحاول يعني يبرر عمله. نعم. استند على لائحه لجنه التدريب والمنتخبات الوطنيه، وهذه لائحه ما زودنا فيها اصلا يعني ما ادري اذا اصلا موجوده بالاتحاد ولا موجوده، لائحه قديمه استند عليها، فتح الادراج شوف اللي قال له لائحه اللي قال له مخرج تخريجه بهذا الشكل. طيب شلون ما توضح بكتابك انت بالايقاف من امس ان هذا الايقاف بس في المنتخب؟ مو انا لما يجي كتاب هالشكل اكيد راح افهم انه هو ايقاف عن المسابقات المحليه.
طيب طيب انت اتهمت كل الاتحادات ابو جاسم، ما ترى يمكن بس الطائره ويمكن اذا القدم نقول شويه بس. لا انت قصه كل الاتحادات قاعد تحارب القادسيه. خل اعطيك بعد اي خل اعطيك بعد سالفه اتحاد كره السله. يعني طبعا عندنا لاعبنا ولاعب المنتخب الكابتن صالح يوسف، نعم، اصيب خلال الفتره اللي فاتت، ومثل ما انتم عارفين ان هناك اتفاقيه بين اللجنه الاولمبيه الكويتيه واسبيتار في قطر، نعم، لعلاج اللاعبين الكويتيين. نعم. طبعا الكابتن صالح راح بكونه لاعب منتخب، راح ل عضو مجلس اداره اعتقد امين السر في اتحاد السله، وطلب منه ان انا كوني لاعب منتخب فانا اطلب منكم كتاب بحيث اني اروح اتعالج في اسبيتار بناء على الاتفاقيه اللي بين اللجنه الاولمبيه الكويتيه واسبيتار. يقول له بشفوي يعني، يقول له انت يعني هذا الموضوع راح ياخذ وقت ويطول، ليش ما تروح حق الاخ ابو محمد خالد الغانم هو يدزك يعالجك. اوف. طبعا اي طبعا هذا هو شيء ما هو غريب على الاخ خالد الغانم ان مساعدته للاعبين، وهذا شيء يشكر عليه يعني. ولكن انا اتكلم الان، انت مسؤول في الاتحاد الكويتي لكره السله، ويجيك لاعبك لاعب المنتخب ويقول لك بناء على اتفاقيه بين اللجنه الاولمبيه الكويتيه وبين اسبيتار في قطر لانه يذهب للعلاج، تقول له ترى الموضوع يطول وكتب روح حق ابو محمد خالد الغانم يعالجك. اولا وهذا يعني الكلام هذا رد الكابتن صالح على عضو مجلس الاداره بان ناديه مو عايزان عني واحنا مو عايزانين عن لاعبيننا، ولكن اليوم في يعني خلينا نقول اتفاقيه وخدمه تقدمها اللجنه الاولمبيه الكويتيه من المفترض انها لكل اللاعبين الكويتيين دون استثناء، وهي لاعب منتخب ومصاب وطلب هذه الخدمة انه يروح ويتعالج بدون اي يعني اي طلب من اي شخص، هذا حقه، وهذه ما فيها منه من اتحاد كرة السلة، هذا واجب عليك ان انت تسوي الكتاب وتخلي اللاعب يروح يتعالج بناء على الاتفاقية. وانا الان اوجه هذا السؤال للاخوان في اللجنة الاولمبية الكويتية، هل الاتفاقية هذه حكر على ناس وناس؟ مع العلم ان احنا ندري ان احنا عندنا في لاعبين في نادينا دزيناهم عن طريق اللجنه الاولمبيه الكويتيه مشكورين، ولكن باي حق هي عضو مجلس اداره في اتحاد كره السله ويحد اللاعب انه روح لشخصيه ولا روح لفلان ولا لفلان؟ ما فيها منه، هذا واجب الاتحاد، احنا مو قاعد نطلب شيء زياده، الناس طيب. قاعد تطالب بحقوقها طيب. ما له داعي تدزونها على شخصيات ونلعب فيهم كلهم. والله طولنا ومحنا عايزانين على لاعبيننا. طيب اخونا محمد العدواني حاب يوجه سؤال، تفضل ابو جاسم. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير. تدري ليش يعاملونكم كذي؟ نعم. لانكم انتم سبب الايقاف، نادي القادسيه سبب الايقاف الرياضه الكويتيه. نعم نعم، هذه من التهم المعلبه اللي خلال السنوات فاتت اتوقع الان. لا بعد ما ياكم شيء من ما ياكم شيء من التهم المغلفه للحين، تو الناس الغادم راح يكون اسوء لكم. اعتدنا على هذا النوع من الاتهامات المعلبه. طيب واليوم انا بس يعني رساله لكل المنتخبين ولجمهور نادي القادسيه اللي يعني الاقاويل اللي كانت تردد وكان فيها شك بان القادسيه محارب وان القادسيه يتم عرقلته، اتوقع اليوم اصبحت واضحه على اكثر من صعيد، مو في اتحاد واحد، مو في اثنين، مو في ثلاثه. طيب الامور واضحه، واتوقع الدكتور يمك ايضا كان شهد على مرحله من هذه المراحل، ولكن هم اليوم اللي معورهم شيء واحد، ان اليوم ولله الحمد ان كل القداويه على قلب واحد، جمهور، اداره، لاعبين، كل القتاويه وكل الشخصيات القتاويه ومن اعضاء جمعيه عموميه وغيره كلهم اليوم على قلب واحد وقاعد طيب. يتعاونون مع بعض ويدهموا بيد بعض. طيب وهذا ابو جاسم اخيرا في شيء جديد بخصوص عقد خالد الرشيدي؟ هل تم اتفاق على تجديد عقد خالد؟
امور التعاقدات مع لاعبينا كلها قاعد تمشي يعني بشكل يعني سليم وسلس ان شاء الله، والقادسيه ما يخلي لاعب. طيب شكرا لك اخوي محمد رضا معرفي المتحدث الرسمي باسم نادي القادسيه. بما اني تكلمت عن نادي القادسيه خل اشيد ببادره الاخوان بشكل سريع مخرجنا، بس الاخوان حاطين بيع تذاكر مباراه القادسيه والساحل على موقع الاونلاين والدخول بالتذاكر الالكترونيه، وحاطين الحجز عن طريق الرابط التالي. يعني هذه الامور ترى كلها قاعد تصير ب خلينا نقول بجهود شباب كويتي، شباب يعني قاعد يسوي شيء للرياضه الكويتيه، شيء جديد على انديتنا على كرتنا من خلال بيع التذاكر. ارجع واكرر ايضا موقف الجماهير القدساويه، وهذا دائما ما يحسدون عليه صراحه، موقفهم وقفتهم مع ناديهم، اعلانهم الان بيع او شراء التذاكر لتقديم هذه الفلوس حق اللاعبين كنوع من الدعم، امور دائما الجمهور القدساوي يوقف مع فريقه. خلا ارجع ايضا اتصالات مشاهدينا. اخوي احمد صبحك الله بالخير. صبحك الله بالخير اخوي ابو سعيد وعلى ضيوفك الكرام. حياك الله يا اخوي. صبح عليك وعلى اخوي ابو عايش الغالي الحبيب. طبعا ابو سعيد ما دام انا اخوي جاسم الهويدي عزيز وما دام موجود انا اول اتصال كلمه أبسأل عن نقطه. طبعا تذمر الرياضه عندنا هل احسه انه يعني مفتعل يعني ما تقول عشان يخلون التذمر الرياضي عشان للخصخصه؟ هل الخصخصه مفيده؟ هل مو مفيده؟ وهذا سؤالي اخوي ابو سعيد شاكر لك. نعم شكرا 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 لك اخوي احمد. انا بس بنوه نقطه، الاسماء اللي ذكرها اخونا محمد رضا معرفي سواء اتحاد السله واخونا الاخوان في اتحاد السله واخوي رشيد العنزي اذا حاب يرد مخرجنا ان شاء الله راح يحط الرقم، واعتقد رغمنا موجود او رغمي انا شخصيا موجود عند اخونا رشيد العنزي رئيس اتحاد السله، اخوان في اتحاد الطائره ايضا اخوي فوزي المعتوق اعتقد هم رغمي عنده فايضا اذا حاب يرد على هذا الموضوع واللجنه الاولمبيه. المهم اي شخص ترى المجال له مفتوح للرد والتعقيب على كلام اخونا محمد رضا معرفي. اخوي محمود صبحك الله بالخير. هلا هلا تفضل يا اخوي. هلا اخوي ابو سعود وياك ابو جاسم. اي تفضل تفضل يا ابو جاسم تفضل. يعطيك الصحه والعافيه اول شيء عليك على الكرام، واقول حق اخوي ابو عايشه سامحني عظم الله اجرك. جزاك الله اجرك الله يجزاك خير. واخر الاحسان وانا والله كنت تعبان يا ابو عايشه. وابيك تسامحني ما يجيك العزه. اقول حق اخوي ابو سعود انت ليش 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 تبقي يعني طارق سالم والله العظيم انت تسب خاطري اقسم بالله حرام يعني اللاعب اللي ينزل يحبونه محمد المسعود مثل قام يتكلمون لما توفى الله يرحمه ويغفر له قام يتكلمون هذا محمد المسعود هذا لاعب القادسيه يا عمي يرحم والديك احنا خلنا الحين خلوني يشوفون ملاعبنا خلوا يشوفون الرياضه اللاعبين الله يعينهم والله يعني طارق سالم هذا لما ولدك سويت لك الرياضه تعطون هاي بخليك كذي احسن عيب اقسم بالله عيب. صحيح انا اقول اشكر هذا البرنامج الناجح اللي قاعد يطلع الشيء اللي احنا ما نعرفه. الله يعطيكم الصحه والعافيه مشكور. ومشكورين مشكور مشكور يا اخوي ابو جاسم. اسمح لنا يعني طولنا يمكن احنا ودنا ناخذ اتصالات اكثر لكن طول ويانا ابو جاسم يمون اخونا محمد رضا معرفي. بعد الفاصل عندنا موضوع بنطرحه للنقاش، موضوع يوسف ناصر وهل سيستمر مع نادي الكويت هل سينتقل. يعني حتى هذه اللحظه ما شفنا اي تصريح رسمي من الاخوان في نادي الكويت ردا على ما نشر في الصحافه يمكن في القبس او اعتقد اكثر من جريده نشروا انه خلاص بيسجلون جمعة سعيد بدال يوسف ناصر. ما طلع اي نفي او تاكيد من الاخوان في نادي الكويت. احنا راح نناقش هذا الموضوع بعد الفاصل. حياكم الله ويانا. نعود للحديث عن الموضوع اللي تطرقت له قبل الفاصل، يوسف ناصر. حتى هذه اللحظه دكتور ما نعلم صراحه، ممكن يعني تتوقع يوسف ناصر يستمر مع نادي الكويت؟ تتوقع؟ والله يشوف يعني يوسف ناصر من الخامات اللي يعني مميزه واضافت حق نادي الكويت او نادي قبله نادي الكاظمه
من لاعب يعني مميز وايضا اضافه حق المنتخب الكويتي. يوسف مو يعني من الصعب انك تستغني عنه، ولكن احنا لمتى هذا الموال يصير بين لاعبيننا؟ مو بس فقط يوسف ناصر، اي واحد يبي يطلع من ناديه او يروح انتقال لنادي ثاني او كذا، يعني يوسف اليوم قاعد يتعامل معامله محترفين. ليش؟ انه راح احتراف بعمان، ففرض عليه انه يكون هو لاعب كويتي ومحترف بدوله الكويت. ما تصير اصلا، ما تصير. حتى لو كان هناك اتفاقيه باتحاد الانديه مع الاتحاد، ان كان انت تبي تمسك اللاعبين عمل لهم عقود، انتهى خلاص. احنا عدينا مرحله الاحتراف الجزئي. الى اذا كانت الحكومه او الممثله بالهيئه العامه للرياضه ما تبي تنتقل الى الاحترافيه بشكل كبير، خلاص عليك ان انت تعمل لاعبين الانديه، كل لاعب بالنادي كم لاعب عندك كرة قدم 22 مثلا، بالسله 14 او 16، اعمل لهم عقود احترافيه. انتهى عقدي مع النادي ثلاث سنوات اربع سنوات حسب الاتفاق بين اللاعب والنادي، وبعد ذلك يحق له الانتقال. ولكن انا اقول لا، انت ما تنتقل، انت قاعد عندي من تصغير، سجلك ابوك ولا اهلك انت قاعد بالنادي لين تموت. ما يصير خلاص. احنا الحين 20 يعني عدينا هذه المرحله، وهذا كانت يمكن حصلت معي. وانا ارجع واقول على 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 دائما انا السلطه الاكبر هنا بالرياضه هي الهيئه العامه للرياضه، عليها ان تتحرك على هذا الموضوع. ما يصير لاعب كويتي ويكون محترف داخل الكويت. طيب، بحكم يعني وجودك كمحلل في القنوات الرياضيه السعوديه ومتابع الدوري السعودي، يقال بان يا لعرض من النادي السعودي، عندك خبر من النادي السعودي من المقدم؟ هم تكلموا على التعاون. تعاون، لان بالضبط، لان مهاجم التعاون توامبا، توامبا تعور بالنهائي كاس السوبر. نعم. وبالتالي قالوا ان البديل الافضل هو يوسف ناصر، وكان قاعد يتكلمون عن يوسف ناصر، حتى الصحافه عندهم كانت تتكلم عن يوسف ناصر. فريق التعاون فرق كبير ايضا، ولكن انا قاعد اقول ليش تخلي ولد البلد يروح يلعب برا؟ طيب، اذا كان عنده عقد احترافي بالكويت هو ما يحتاج يطلع برا اصلا. نعم. لا يزعلون كاظمه، نعم، ولا يزعلون الكويت، ولكن انا اتكلم من باب شنو، بشكل عام حق لاعبين الكويت كلها. طيب، محطه اولى ابو عائشه، يعني تتوقع ما اذا بالفعل بيستغنون عن يوسف ناصر، قرار في محله من نادي الكويت؟ والله شوف، يعني احنا ما ندري شو نادي الكويت وهم شلون قاعد يعني يقيسون الامور، لكن انت اليوم يابو لاعبين اثنين بهالمركز، يعني انت اليوم نادي الكويت ياب المحترف العراقي والمحترف البرازيلي في الانتقالات الشتويه في هذا المركز، بالاضافه الى وجود اللاعب جمعه سعيد، فبالتالي اصبح المركز هذا فيه ثلاث لاعبين، وهو المركز ما يتحمل الا لاعب واحد، يعني خصوصا احنا في الكره الحديثه اغلب الفرق قاعد تلعب يعني بمهاجم واحد، يعني عرفت؟ فبالتالي من الافضل اللاعب انه يطلع برا، لان يوسف ناصر بالوضع الحالي ما راح يلعب. خلينا نكون واقعيين ونتكلم بوضوح. يوسف ناصر بوجود المحترف البرازيلي والمحترف العراقي وجمعه سعيد بعد عودتها من الاصابه يعني ما راح يلعب. يمكن نادي الكويت ارتأى ان اللاعب يطلع برا في مصلحه اللاعب مو ضد اللاعب. يمكن نادي الكويت يقول تعال بخل، ترى نادي الكويت مو عايزان انه يعني يمشي عقد اللاعب كاحتراف ويتمرن، بس اللاعب بعد لا ننسى انه لاعب كبير في العمر، يعني لاعب ترى مو صغير، يعني مو في بدايه العشرينات اللي والله تقول مثلا ما يلعب الموسم الجاي. عفوا، اللاعب في اخر يعني سنين عمره في الملاعب، الله يعطيه طوله العمر، فبالتالي اللاعب محتاج انه يلعب، فمن الافضل انه يطلع. انا اشوف من الافضل اللاعب الحين يطلع يلعب. هل اذا راح برا راح يلعب؟ بعد هذا عاد موضوع ثاني، يعني انت اليوم انت اليوم نادي اكيد نادي ماخذه بيقعد احتياط ما يتعاقد معه. مو معقوله نادي بياخذه ويوقع وياه ويقول له اقعد، ما تصير بعد. لا بس انا عم غير، بس اليوم عندنا مباراتين مهمين مع المنتخب ونحتاج يوسف ناصر. اوكي، يعني اذا قاعد هني اوكي قاعد هني وما لعب شلون يطور مستواه؟ انت الحين انت كلامك مو منطقي. اللاعب قاعد هني ما لعب، قاعد هني ما لعب شلون يطور مستواه؟ هني ولا برا؟ انا ما زين، خذوه انت ونادي كاظم، حلوا المشكله وخذوه. ولا شوف، انا اقول لك حاليا يوسف ناصر يعتبر هو المهاجم رقم واحد في الدوري الكويتي كمواطن، يعني عرفت ما قلت، لكن اليوم ما قاعد يلعب العمر اي ما قاعد يلعب، فبالتالي الدوري ترى ادري بس الحين انت في ظل التعاقدات اللي عملها نادي الكويت هو اللاعب ما راح يلعب، فبالتالي من الافضل انه يطلع يروح يلعب. زين، خذوه تعاقد ويا صالح، تعاقد ويا لاعبين نفس مكان، خليه ياخذونه نفس مكان، شلون ياخذونه؟ لاعب هداف الدوري ما ياخذونه كاظم. هذا هذه نقطة كاظم ما يختص فيها، عرفت؟ هذه نقطة نادي الكويت، يمكن نادي الكويت ارتاح، يمكن نادي الكويت يبي يدعم هالخط، يمكن نادي الكويت
يبي يشوف انه يوسف ما قاعد يقوم بالدور اللي هو محتاجه. هذا موضوع ثاني يخص نادي الكويت، احنا ما لنا علاقه فيه. انا قاعد اقول لك، انت تقول حكيك مو قاعد اقول لك ان ابو عائشه لازم ان استمراريه يوسف حق المنتخب. عندنا مباراتين مهمين، فاستمراريه يوسف ككبير بالعمر يبي يلعب مو بالضروره الحين. كان فيصل 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 زايد مو لاعب منتخب ونعول عليه الكثير، قال ما قاعد يلعب في مباريات كثيره، ما قاعد يلعب. كم عمر يوسف؟ يوسف كم عمره؟ اتوقع فوق 30. لا لا لا، مواليد كنا 91 او 92. زين زين، ليش ما تاخذونه كاظم؟ ليش ما ليش هو طلع منه؟ يا ما تبونه انت وكاظم. هو الحين طلع من 98 يقول. هو الحين مو لاعب كاظم، 90 هو محترف الحين بنادي الكويت. 30 سنه ها؟ 30. بس ترى بس حط يعني في شغله، هو الحين مو لاعب نادي كاظم، هو الحين محترف نادي الكويت حسب القانون. هو اللي سواه راح عمان وخذ بطاقه الدوله. زين ردوا المشكله، ردوا المشكله، حلوا المشكله، ردوا خلي يصير مواطن. احنا نحل المشكله؟ اي حلوا المشكله. انتم نادي كاظم ليش شنو؟ احنا المشكله نبي نحلها من زمان. تعال يا يوسف وقع من يعني انتم لا انتم راضين تخلونه محلي ولا انتم راضين تحلون مشكله. لا عزيز، من اول ما رد كاهو اخو طلال فاضل يا واعتذر وراح النادي اللي انت تبي. تعال واعتذر ووقع عقدك من بدايه الموسم، مو الحين لما الحين شو المانع يمنع؟ صارت وجهه في مبدا يعني بنادي كاظمه مبدا يمشون عليه. يعني احنا كاعضاء جمعيه عموميه احنا ما نرضى الحين بالحزه هذه. تعال واعتذر وكلنا نأيد قرار اللي ياخذه اداره نادي كاظمه. طيب بالقرار اللي ماخذين في جزئيه، معلش يعني كابتن صالح، انا اساسا اجيب اللاعب اساسي يعتذر ويروح نادي ثاني؟ لا، هي اعتذر ووقع عقد بعد راسي. وقع انت اساسا وانا احط المبلغ كنادي كاظمه خله في يدك، وانا وتروح النادي سواها طلال فاضل. خل اخلق شيء، طلال فاضل يمكن هو يبي كذي، اي لاعب ثاني ما يبي كذي. انا اسال سؤال، يوسف ناصر لما ياك كاظمه انت عاملته معامله محترف اساس هو يرجع لك ويعتذر ويسوي انت محترف؟ والله انا مسكت سنتين الفريق الاول، رئيس النادي اسعد البنوان ما قصر مع يوسف. لا ما في ما قصر. محمد انا اتكلم، ما في ولا لاعب بعد راسي ولا لاعب يعامل معاملات احتراف. خل اقول شيء انا اتكلم مهنيه. خلنا احنا مرينا بهالامر ومعلش طافت، ما يصير تطوف على الاجيال اللي ورانا. هذا اللي انا اتكلمه اليوم، لانه لاعب يا النادي يا على قولتهم محض ارادته، يا بلعب انا احب كاظمه فالعب بكاظمه. ما يصير كاظمه لما يطلع اللاعب من ناديه قال لك لا والله انا انت اذا طلعت راح اردك محترف. هذا كلام، هذا كلام مو حطه نادي كاظمه، هذا الاتحاد الكويتي حطه. لا بعد راسه، هذا القانون يطبق علي انا اول لاعب كويتي يطبق علي. انا اقول لك وهذا غلط. هو مو قضيه انه تعال انا بكسر خشم اللاعب، هذا اللاعب نجم وكل لاعب بالكويت وخدم الكويت نجم، لابد انه يحترم باحترام يعني بتقدير واحترام له. ما يصير يتعامل بهالمعامله. انا يا ان انت ترجع وتعتذر على اساس اوديك نادي بمزاجي حق نادي ثاني، ما يصير. لا مو مزاج. شوف انا انت بتتكلم باحترافيه. تعال في القانون موجود، مو حاطه نادي كاظمه، الحاطه الاتحاد الكويتي. غلط. هو شنو في القانون؟ هو نادي كاظمه. اسمح لي، نادي كاظمه حل المشكله. حلها نادي كاظمه ما قصر مع يوسف، يا الاحتراف بنادي عجمان وداه نادي عجمان. تعال اي نادي يبي، تعال قدم، تعال دش من الباب، طق الباب، تعال اخذ وعطى. كم قيمه يوسف؟ يبا ولدكم هذا ولد النادي يا ابو محمد، ولد النادي. شكو ولد النادي ما فيها حل مشكلته. لا انا اشوف والله نادي هو يبي يطلع، هو يبي يطلع. تعال هذا لاعب النادي، تعال دش من باب النادي، تعال قدم كم سعر يوسف؟ والله السعر الفلاني. تعال من بدايه الموسم. صار شوف بقول شيء، هذا الصح. ارجع واقول لك لا مو صح. هذا الصح. الريال بدام ياكم على محض رابطه وانتم ما عاملتوه كمعامله محترف، يحق لنا يطلع. عشان كذي قاعد اقول لك الان قانوننا سيء 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 للاعب. خلاص يا انك انت تبدي بمساله العقود يطلعون من سالفه الاحتراف الجزئي اللي احنا على قولتهم بالضبط، هذا ضحوك على اللاعب الكويتي، وتصير عمليه الاحتراف بين اللاعب والنادي. خلاص تصير عقود، وانت اذا ما تبيني خلني اطلع اروح نادي ثاني يعطيني يا اخي. طيب بدل ترى حلها جدا بسيط، ويمكن يعني الدكتور قالها بكلامه. انت اليوم اللاعب لما يوصل فريق اول
يعطيك 5 سنين بعدها انت تبي تحاقد معه، ما تبي خليه يتوكل على الله يطلع بس سهله. ترى اغلب في اغلب الدول قاعد يسوون شيء، انت اوكي اللاعب صرفت عليه وهو صغير صعد الفريق الاول، الحين مصر قاعد يسوون شيء يلعب 5 سنين مع الفريق الاول، لاعب زين والله بتعاقد معه، اللاعب مو زين بتوكل على الله بروح بس. مجاسم انت ايش رايك بال انا اقول انا اقول هل نادي الكويت مو محتاجه فعلا؟ هل والله بالنسبه حق يوسف ناصر اي نادي يتمنى، مو بس نادي الكويت، اي نادي يتمنى يوسف ناصر من اللعيبه القله في الكويت الهدافين. يعني خطا نادي الكويت يستغنى عنه؟ على مو شغلي عاد يعني، خطا وهي اداره فنيه تنظر الى اللاعب انه محتاجينه ولا مو محتاجينه، شأن فني هذا. ولكن انا اقول حق ناصر، حق يوسف ناصر، الله يعينك على مزاجيه البعض. هذا رأيي الشخصي، هو يعرف شنو مزاجية يعني. مثلا الحين عملية العناد بين كاظمة والكويت، ما احترامي حق خوش، لا كاظمة كاظمة مجازم لا دخل كاظمة، دقيقة كاظمة لا دخل زين، مع مزاجية مجلس إدارة نادي الكويت ومجلس إدارة نادي كاظمة مجازم تكوى، لا بس دقيقة خليني أكمل كاظمة عشان خاطرك، اسحبها عشان خاطرك بعيد مجازم. يعني يوسف الله يعينه أمانة، يوسف الله يعين، بس ما فيها مزاجيه ابو جاسم، بس دقيقه يا ابو، هذه فيها وجهه نظر، يمكن الاخوان في مجلس اداره ليش تعتبرها مزاجيه؟ تدري شنو اداره نادي الكويت؟ تدري شنو الافضل للاعب؟ تدري شنو الافضل للاعب الكويتي ما دام الدكتور قاعد؟ ما دام الدكتور قاعد، الافضل للاعب الكويتي ان الانديه تصير شركات في كره القدم، وفي سن معين في الانتقال زين حق اللاعب. يعني مثلا اتحاد السله الان حاط 30 سنه لك حق انك تنتقل اي نادي، او اتحاد طائره يمكن لك حق تنتقل اي نادي. فاعتقد كره القدم حط لها سن معين، انا لاعب العب من فرق الاشبال الى ما اوصل الفريق الاول، بعد يحطون لي سن. بس دقيقه بس دقيقه بس دقيقه انا اجيب كلام دكتور، خليني اكمل، خليني اكمل العقد، خليني اكمل، خليني اكمل لك بس سعيد، خليني اكمل تحط سنه لما يصير عمري مثلا 25 سنه لي حق الانتقال. لا انا ضد، انا مع هذا رايي دكتور. انا اسال سؤال، معلش تكمل حق سؤالك عزيز، لما انت تقول ان هل يعني سليم انه يطلع يوسف ناصر، انا اسالك سؤال، اذا انت كنت نجم الفريق وانت هداف الدوري ليش يطلع؟ يطلع برا يعني، ما يطلع برا، ما يصير، ما فهمتني، يطلع من نادي الكويت، يطلع من نادي الكويت، يقولون بيسجلون جمعه سعيد على عيني وراسي، والمحترفين يعني بيصيرون سته، يعني في هذا اللي احنا قاعد نتكلمها، هذا شق، بس انا اتكلم عن يوسف ناصر، يوسف ناصر هداف. حتى ابو عايشه ما تكلم عن العمر، العمر ترى الهداف لما يوصل حق عمر 29 و30 و31 احسن فتره حق الهداف، حق هذه يوصل حق مرحله انه ما يشوف حتى الجول ما يشوفه، يدري انه يدري انا بهالزاويه راح الكره راح تروح الزاويه الثانيه انتهى. ولكن انا اتكلم بدام انا هداف، هو هذا الامر راجع حق اداره نادي الكويت كيفهم، ولكن يوسف ناصر هداف مع كل تقديري حق احترامي اللاعب اليابوي العراقي او اللاعب حتى البرازيلي، للحين ما واضح يعني، ما بينوا بالصوره المرجوه منهم، يعني لعبوا اكثر من مباراه ما كانوا بالصوره السليمه، شفناهم دوري علاء زين، علاء لا يعني شفناهم مع الاستقلال، يعني انت المفترض اللاعبين المحترفين يفيدونك، ما لا فاده ولا شيات، يعني انت تايب 5 لاعبين او بمعنى صح تم تغيير القانون لكم 5 لاعبين، ال5 لاعبين ما فادوا نادي الكويت بمباراه الاستقلال، مباراه الاستقلال المفترض تطلع اكثر من 3. وبعدين انا هي اقط اللوم، انا يمكن طلعت انا برا المحور، ولكن اقط اللوم على نظام الدوري، نظام الدوري ما في شيء، وعندكم افضل اداره بالكويت كاستقرار اداري، من الناحيه الماليه عندكم منشات وعندكم استثمار وعندكم دعم لا محدود من الهيئه العامه للرياضه، عندكم اداره عقليه محترافيه، يبقى العيب باللاعبين، على اداره نادي الكويت تراجع لاعبينها، شكرا لاعبين الكبار توكل على الله. اما انت تقول لي والله تقط اللوم على سيستم او الرياضه الكويتيه، لا الرياضه الكويتيه ما فيها شيء، الرياضه الكويتيه سخرت كل شيء وقوانينها حق نادي الكويت. لا 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 والله لا العظيم لا 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 والله العظيم، يعني افضل، خلت اتكلم انا بقول لك شيء، يمكن انا عشتها فتره هذا، اليوم 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 من عند الاستثمار او بدا اول نادي استثمر بالكويت تناديين، نادي الكويت ونادي القادسيه، صح صح صحيح، المفترض ان انت على استثمارك وعلى الفلوس اللي عندك وعلى الاخوان الموجودين سواء مجلس اداره التجار او الدعم اللي قاعد يجيك من الحكومه، المفترض محترفينك على مستوى سوبر، ما يقارنون اساسا مع محترفين الدوري، هذا المفترض. شفت انت مباراه الاستقلال، لاعب واحد بالاستقلال المهاجم حاسد دفاع حوس،
ما يصير يعني ولا حتى يعني انت اليوم ممثل الدوله برا يعني، وهذا مو بس نادي الكويت، عندنا القادسيه وعندنا الساميه وعندنا باكر العربي. يا جماعه اذا كان ممثل الدوله بيطلع بهذه الصوره يبقى شكرا، ما نبي ما نلعب برا، لا يطلع صح، خلينا نلعب برا داخل الكويت. طيب انت ايش المشكله ابو حمود بسالفه المحترف السوبر؟ ترى اليوم مو مشكله نادي الكويت او اللاعبين نفسهم ما يبيون يلعبون بالدوري الكويتي. يعني انا اتكلمك من الواقع، ان لما كنت باللجنه دشينا على لاعبين هو ما يبي، لما تيجي تقول الدوري الكويتي لا ابو عايش والله لاعبين في لاعبين سوبر ما يبي، والله قلتها وانت عارضني، والله في لاعبين سوبر ما يبيون يلعبون بالدوري الكويتي، يدرون ما يعطون فلوس. اول شيء عارفين سوء الملاعب، ثاني شيء انت ما قاعد تشارك بالشامبيون، انت شنو مشاركاتك؟ وايد لاعبين ما تحضر اسامي، بس في لاعبين سوبر. احنا دشينا لاعبين بالدوري السعودي من لاعبين يعني الانديه محترفين ما يبيك، يقول لك انا ما يجيك الدوري الكويتي. لا بعد زائد ان انت ما تعطي مبالغه، يعني انت لما تيجي توقع معاه يصير في مشكله، يصير مشكله بالامور الماليه، توصل لهم الاخبار طبعا. بسعود بس انا بعقب على نقطه، الحين هاليومين كلنا قاعد نشوف اداره كاظمه، ترى اداره كاظمه ما منعت يوسف راح القادسيه على القانون الكويتي الموجود ان اللاعب يروح محترف، لا راحت اشتكت برا ولا شيء، دام ان القانون موجود خلاص انا عندي مبدئي وعندي شروطي وعندي وافق القادسيه انه ياخذه محترف، يسنى اللي وراها وافق الكويت ياخذه محترف. هذه مشكله اداره الكويت الحين، اداره كاظمه عزلوها، إدارة كاظمة من أول شيء، بيروح محترف خلي يروح، أنا عندي شروط وعندي مبادئ وعندي جمعية عمومية وعندي مجلس إدارة قاعد أمشي عليه، فأتمنى أن ما حد يدخل إدارة نادي كاظمة في أي موضوع. طيب اللي رضى يأخذ يوسف محترف هو يتحمل. زين طلال شنو سوى؟ طلال سوى كتاب اعتذار؟ طلال سوى كتاب اعتذار. وين كتاب اعتذار؟ وقع وقع عقد. ما شفنا كتاب، ما شفنا العقد. اي مر النادي شوفه. خلي يحطونه. باكر انا ادعوك حق نادي. لا خلي يحطونه بالاعلام. خلي يحطونه. ليش؟ خلي يحطونه، وتقول في كتاب اعتذار في عقد. خلي نشوفه. ووقع. خلي نشوفه. وقع عقد. خلي نشوفه. خلي نشوفه. خلي نكمل. ابي اشوفه انا بشوف، ما بي. خلاص تعال امشي. الجمهور يبي يشوفه، الجمهور مو انا. الجمهور حيخليه النادي كاظمة يشوفه. لا حطه بالاعلام، قول هذا اعتذار. انا كل شيء ما يصير تقول شيء انت انا شوفه. انت شايفه؟ شايف كتاب اعتذار؟ وشايف العقد؟ ايه شفته. كم العقد؟ العقد انتهى وفي شرط، في شرط بالعقد انه اذا متعور اللاعب بيتم اعالجه تحت نادي الكويت وتجدد. كم قيمه العقد؟ سنه واحده. ما يصير. ما يقدر يدفع عنه. 150,000. كم؟ 150,000. طيب أنا بنتقل لموضوع آخر، بس بسكر موضوع اللاعبين المحليين. وصلت لي معلومة أن فيصل عجب عمل مخالصة اليوم صحيح. مع النادي صحيح؟ رجع لكم ولا؟ لا الحين رجع تضامن؟ لا الحين لا. لا الحين لا. أكد لنا أبو جاسم الخبر أن فيصل عجب عمل مخالصة مع النادي العربي. إيش رأيك أبو عائشة؟ قرار في محله؟ والله ما ادري شنو اسباب القرار، من اللاعب من مجلس اداره، بس اكيد ان اللاعب شاف نفسه يمكن يعني وجود المحترف اللي جابوه الاخير العربي يمكن راح تقل حظوظه في 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 المشاركه، فيمكن بناء على هالشيء انه ما يبي، يعني ما يبي يقعد، ويمكن يكون القرار من الجهاز الفني. انا ما بالضبط لاني انا بعيد صراحه عن النادي، لكن انت محتاج، يعني انت اليوم ضحيت بحسين الموسوي كمهاجم، اليوم فيصل عجب اذا فعلا القرار صحيح فبالتالي انت راح يكون عندك مهاجم واحد وهو المحترف هنري، فبالتالي ما ادري يعني هذا الموضوع عند الجهاز الفني، عند الجهاز الفني. طيب الجهاز الاداري صراحه. انا بشكل سريع عملنا استفتاء امس في حسابنا في تويتر عن مجموعات غرب اسيا بالنسبه لدوري ابطال اسيا. المجموعه الاولى الوحده الاستقلال، الوحده الامارات، الاستقلال الايراني، الاهلي السعودي والشرطه العراقي. المجموعه الثانيه الهلال السعودي، شباب الاهلي دبي، بختكور الاوزبكي، شهر خوردر الايراني. المجموعة الثالثة الدحيل القطري، الشارجة الإماراتي، بيروز الإيراني والتعاون السعودي. المجموعة الرابعة النصر السعودي، السد القطري، سبهان الإيراني والعين الإماراتي. سألنا سؤال من هي المجموعة الأصعب؟ الكل صوت تقريبا 82% أن المجموعة الرابعة دكتور جاسم هي الأصعب. بالفعل. وأعتقد الكل يمكن يشاركهم. بالفعل. صحيح. بالفعل. يعني صحيح. أنت تتكلم عن العين والسد والنصر وسبهان، يعني من يعني حديديه صراحه. من شايف حظوظه يطلع من هالمجموعه؟ ممكن السد، حتى العين يمكن شفته انا وشاهدته مباراه الماضيه، ما كان العين السابق اللي يخرع. انا اتوقع السد يعني
ويعلمون يعني نصر ممكن نصر لأن يعني النصر هم فرق من الفرق الكبيرة. رجل متصدر الدوري السعودي. يزعل يا لا لا محمد. أنا أقول الحق متصدر الدوري السعودي الآن النصر عنده من المحترفين لهم ثقل داخل الملعب. أعتقد حظوظ السد والنصر أتوقع بهذه المجموعة. المجموعة الثانية الهلال وشباب الأهلي دبي بختكور شهر خوردر الإيراني. من تتوقع في هذه المجموعة؟ يعني يمكن تتكلم عن شباب الأهلي وأنا أعتقد لما أقول شباب الأهلي قلبي يعورني صراحة. شباب الأهلي هو كان نادي الشباب الإماراتي. صحيح. ولكن طبعا أمر من يعني شيخ محمد مكتوم بيضم الناديين علما أن الناديين ند لبعض. نعم. يعني شباب والأهلي كانوا يمكن نفس القاسية العربي عندنا بالكويت. فريق مميز وفريق الان يعني يمكن يعني حاصل على 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 كاس الدوله. صحيح. اضافه لنادي الهلال اللي هو وصيف الدوري ويمكن هذول يعني فريقين هم الاقرب صراحه. زي المجموعه الاولى الوحده والاستقلال والاهلي والشرطه. الوحده الاماراتي. نعم. الوحدة الإماراتي يمكن الأقرب مع فريق الأهلي. شكرا شكرا لك دكتور. آخر مجموعة الدحيل والشارجة وبيروزي والتعاون من تتوقع منها؟ دحيل وبيروزي. زين وعائشة بشكل سريع من هالمجموعات المجموعة الأولى من تتوقع يطلع منها؟ الوحدة الاستقلال الإيراني الأهلي السعودي الشرطة العراقي بريطانيا. الوحدة الإماراتي استقلال الإيراني أهلي السعودي الشرطة العراقي. اتوقع الاهلي ومن وياه؟ والاستغلال. نعم. المجموعه الثانيه الهلال السعودي شباب الاهلي الاماراتي بختكور شهر خوردر. الهلال وفريق الاماراتي. المجموعه الثالثه الدحيل الشارجه بيروزي التعاون. الدحيل واضح يعني الدحيل اتوقع هو الاول بس الثاني يعني الفرق الثانيه متقاربه بالمستوى. نعم. اخر مجموعه النصر السد سبهان العين. النصر والسد. ابو جاسم مجموعة الاولى وحده الاستقلال الاهلي الشرطه. الاستقلال ايه والوحده. هلال شباب الاهلي بختكور وشهر خوردر في المجموعه الثانيه. الشباب والاهلي. شباب الاهلي فريق واحد. شباب الاماراتي. ايه الاماراتي وال هلال لا كمل بعد بختكور. المجموعه الثالثه الدحيل الشارجه بيروز التعاون. تعرف احد بختكور؟ لا لا انا شفت الفريق شفتهم شفتهم خلاص مباراتهم الحق. لا شفت الفريق بدون لا اعرف يا كابتن. المجموعه الثالثه بعدين انا ما ابي اقول ما تبي تقول فريق. لا لا بعد الحلقه بقول لك. المجموعه الثالثه الدحيل الشارجه بيروز التعاون. هاي ما فيها كلام الدحيل وفريق الشارجه. المجموعه الرابعه النصر السد سبهان والعين. النصر والسد. ايه تعجبني والله. ابو محمد المجموعه الاولى الوحده استقلال الاهلي الشرطه. استقلال والاهلي. الثانيه الهلال شباب الاهلي بختكور شهر خوردر. الهلال بختكور شهر خوردو. المجموعه الثالثه دحيل الشارجه بيروز التعاون. دحيل وبيروزي. والرابعه الاخيره النصر السد سبهان العين. العين وسبهان. عين وسبهان. طيب انا طبعا اتمنى التوفيق للاهلي حسب اخر الاخبار ان رئيس جديد احتمال يقولون بيقدم اوراقه السيد عبد الله مؤمنه هو سيكون احتمال الرئيس. نتمنى التوفيق بالتاكيد اذا كان هو الرئيس مع ان اتمنى يعني ما بي اقول يبقى الامر عند الاخوان الاهلاويه هم اقرب لكن نتمنى الاستقرار الاهلي عنده مواجهات جايه مهمه دوري ابطال اسيا عنده كاس خادم الحرمين عنده الدوري ايضا ينافس على الاقل مراكز في دوري ابطال اسيا والثالث بالدوري. نعم فبالتالي الاستقرار مهم. اتمنى من الاخوان الاهلاويه سرعه الاستقرار في الجهاز الاداري في مجلس الاداره امر مهم حتى لا ياثر على مشوار الفريق في مسابقاته. قبل لا اختم عندنا دقائق قليله بس باخذ اتصال مع اخونا العزيز حسين عاشور رئيس الاتحاد الكويتي كره الطائره اللي طبعا حسب الاخبار انه تم تنحيته عن منصبه حاب يدخل مداخله. حياك الله ابو علي صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور واول شيء مشكورين على المداخله واحييك واحيي ضيوف الكرام. حياك الله. والحمد لله ان من بين ضيوفك نائب سابق للهيئه العامه للشباب والرياضه الاخ العزيز الهويدي عشان بس يعني يسمعني. انا صار لي تقريبا اكثر من 10 ايام قاعد احاول ادش في
في أي مداخلة في أي برنامج، وكل برامج رافضين مداخلاتي. دزيت أكثر من 10 بيانات لتقريبا 15 جريدة إلكترونية وورقية، هم كلهم رفضوا ينزلون بياناتي. طب بياناتك فيها تجريح يا أبو علي. صار يا أبو سعود، إحنا في مجلس إدارة، باختصر لك الموضوع، في مجلس إدارة انقسم إلى قسمين 6 في 3، وياي نواف باجية من نادي الجهرة، والأخ نواف العازبي وخالد من نادي الفيحيل، و6 ضدي. بدأ الموضوع، الأمور كانت ماشية بسلاسة وكل الأمور. طبعا أنا رئيس، أترأس كل اللجان، مؤخر عن كل اللجان، ما عدا أني مسكت المنتخب الوطني الأول لكرة الطائرة. نعم. جت الهيئة العامة للشباب الرياضة مع اللجنة المالية للتدقيق المالي على الاتحاد الكويتي لكرة الطائرة. اوكي. مع 6 موظفين من الهيئة، من الجالية يعني، من الاخوان المصريين ومن المحاسبين. فقالوا لي حسين، يقولون انت عليك تعطيل، انك قاعد تعطل امور الاتحاد. رجعنا للنظام الاساسي، واعتقد الدكتور يوسف الهويد يقدر يصلح لي اي عهده ماليه على اي عضو يقدر يطلع في اي سفره. اي اسف دكتور. ان 60 يوم يسكر عهدته، عدل دكتور؟ نعم. زين، انا عندي 4 اعضاء، زين، 4 اعضاء، من ضمنهم امين السر وامين الصندوق، اوكي، و2 اعضاء عندهم عهد طائفة أكثر من 180 يوم، وأقل واحد فيهم عليه 30,000 يورو. زين، قدمت كتب حق الهيئة العامة للشباب الرياضة، أكثر من 10 كتب، 10 كتب، الهيئة العامة للشباب الرياضة ترفض أنك تجاوبني وتقول لي لازم تصدر كتاب ثاني. رحت صدرت كتاب ثاني ودعيت حق جميع الكتب. معلش، شو الكتاب اللي وجهته حق الهيئة العامة الرياضة؟ حسين عاشور رئيس الاتحاد. علي، شو الكتاب اللي انت وجهته حق الهيئة العامة الرياضة؟ صيغته شنو؟ انا وجهت كتاب ان في، اول شيء الهيئة العامة الشباب الرياضة دزت لي كتاب العامة الرياضة، ان في اعضاء عندك عندهم عليهم عهد طائفة اكثر من 180 يوم، فكل المبالغ المالية موقوفة عندك. وانا علي وراي مشاركات محليه وعربيه واسيويه. من وجهت الكتاب حق الاعضاء الـ6، الاعضاء الـ4 اللي عليهم العهد الماليه، انقلبت الايه علي 180 درجه في مجلس الاداره. زين، طلبت عقد، اتصلت على الانديه، طلبت ان يطلبون جمعيه عموميه غير عاديه. الأعضاء رفضوا، كان يسوون علي اجتماع وأنا خارج الكويت، ويوني يعزلوني من منصبي وارجع مرة ثانية وادش الاجتماع، ويقولون احنا راح نمشي على التصويت 6-3، ومشينا على 6-3. قلت لهم خلاص، احنا نمشي حسب النظام الأساسي اللي موجود في اتحاد كرة الطائرة، ونخلي الموضوع اللي يبتون فيه منو؟ الجمعية العمومية اللي هي انتخبت حسين عاشور وانتخبت 9 أعضاء. المصيبة اللي صارت اليوم بسعود، واللي راح توقف الرياضة، أعتقد راح توقف الرياضة، وهي السبب الرئيسي اللي طاح بحسين عاشور من رئاسة الاتحاد الكويتي، يمكن لفيديو أو لسبب معين أو لسوء فهم صار بيني وبين أحد الأشخاص. شنو صار اليوم بسعود؟ عقب ما عزلوني الأعضاء، مع أنه لازم العزل يكون من الجمعية العمومية غير عادية، اتفاجأ اليوم ان الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للشباب الرياضة عن طريق نائب الهيئة العامة للشباب الرياضة سيد صقر الملة يشيل تخويل توقيعي الرسمي بالبنك، ويروح يعطيه حق نائب الرئيس انه يوقع عني الشيكات، وهذا مخالف للنظام الاساسي ومخالف لكل الأنظمة الموجودة في الرياضة الكويتية، ومخالف للقانون اللي حطوه مجلس الأمة. زين، وش راح تسوي الحين؟ هذه الشغلة. الشغلة الثانية، أنا من أمس واليوم يا أبو سعود عشان تكون الصورة واضحة،
ترى شايلين الصادر والوارد مني بالاتحاد وشايلين عني التشيكات. لانك لانهم عازلينك ابو علي. موظفين اي موظف يطلع اي ورقه انه يتعامل وياي بدون كتاب رسمي. اجتماع جمعيه عموميه تشيلني من منصبي او تحطني. حسين لانهم عازلينك فطبيعي هذا القرار يكون موجود، يعني انت معزول. لا لا اسمعني اسمعني خليني اقول شغله. حسب النظام الاساسي حسب النظام الاساسي انا لحد الان رئيس الاتحاد. نعم يقدرون الستة يوقفون العمل ويحيدون الموضوع للجمعية العمومية هي اللي تثبت بالقرار. طيب. لكن ان يشيلون الصلاحيات ويعطون الصلاحيات حق نائب الرئيس او امين السر او عضو معين ان يوقع الكتب الرسمية عني. نعم. فهذه الكتب كلها باطلة. هذه شغلة اسمعني اخر شغلة بس شنو بختم انا بعدين. الشغلة الثانية ابو سعود. نعم. لحظة لا لا تختم لا تختم هذا الموضوع يمكن يوقف فيه الرياضة. تفضل بس تفضل دقيقة واحدة. تفضل تفضل لك دقيقة واحدة لك دقيقة. اللي أعطاني فرصة. تفضل تفضل. لا لا عطني دقيقتين بس. يلا تفضل لك دقيقتين. تفضل لك دقيقتين. تفضل. ثاني شغلة اسمع خليني أقول لك شغلة. ثاني شغلة بحسب أي نظام الرئيس يرأس كل اللجان صحيح يا دكتور؟ نعم. انت على حسب شنو شنو انت متوك على حسب النظام الاساسي واعتماد بالضبط اعتماد لائحه الاتحاد بالضبط لائحه الاتحاد ولائحه الاتحاد وجهت حق كل اللجان شنو قام يسوون اللجان قام يجتمعون بدون علم الرئيس ويطبقون قرارات ويودونها حق الهيئه العامه للشباب الرياضه والهيئه العامه للشباب الرياضه توثق لهم الكتاب يعني حتى الاشخاص اللي عليهم عهد اللي اكثر من 180 يوم طايفين قاعد يمشون امورهم وهذا مخالف للنظام الاساسي. انا الكلمه الاخيره اللي بوجهها واللي بقولها يعني اللي مبين الحين هناك سوف تعقد جمعيه عموميه لاسقاط حسين عاشور او لابقاء حسين عاشور هذا الشيء شان داخلي لكن بس لازم ليعلم الجمهور كافة وليعلم كافة الرياضيين أن هناك 23 اتحاد لعبة ولكن خلال 3 أشهر الاتحاد الوحيد اللي قاعد يشد حملة عليه هو الاتحاد الكويتي لكرة الطائرة مع العلم مع العلم وهذه آخر نقطة أنا راح أوصلها 4 مرات يطلعون علي اللجنة المالية للتدقيق علي ها لأن اللي يحلني مالياً حسب النظام الجديد اللي يحني كرئيس الاتحاد يحني الشق المالي صحيح او الشق الاداري اللي فيه مخالفات جسيمه نعم انا اتحدى الهيئه العامه شباب الرياضه واتحدى اللجنه الاولمبيه واتحدى الانديه كلها اذا اقرت ان لاسقاط حسين عاشور يعني انت عليه فلس واحد اسمعني اسمعني يا ابو سعود اسمعني فضل. يا ابو سعود إذا حسين عاشور طول هالمدة عليه فلس واحد في الشق المالي يطيح حسين عاشور في مهام عمله فأنا أول واحد راح أرضى في القرار لكن طيب. اللي قاعد يصير هو رئيس بس خليني أقول لك شغلة أخيرة وراح أختم والله كل شوية تقول أخيرة أبو علي كل شوية تقول أخيرة تفضل تفضل آخر شيء يا عزيز ما علي طول بالك تفضل تفضل لأن خلص الوقت والله يا أبو علي تفضل شنو النقطة الأخيرة؟ ما يخالف آخر شيء، اسمع خليني أقول شغلة. تفضل. بس خليني أقول شغلة، لما تصير على ناس عهد مالية أكثر من 180 يوم والدكتور يسمع ويسكتون عنهم وأقدم كتب وأوقف الأوراق المالية الشارع الرياضي ليش يبون يتم اللي طاح بحسين عاشور من رئاسة الاتحاد الكويتي كرة الطائرة؟ طيب. شكرا لك شكرا لك اخوي حسين عاشور رئيس اتحاد الكويت كره الطائره عاد ما ندري والله ايش نقول من حل معزول ما الامر عند الاخوان في الجمعيه العموميه والاخوان في مجلس الاداره ما عندنا وقت انا كنت برد على جديد بس ما عندي تفضل تفضل جيب العهد ايه؟ العهد يتكلم عليها ايه؟ صحيح هي فيها مده زمنيه ان انت تسكر كاتحاد او نادي يسكر عهدته اذا نعم. سافر المعسكر اليوم هو محاسب هو يقول لو اي بلنديه واجتماع الاتحادات اذا انا مقصر او انا علي عهد ماليه انت مو عليك بس على اعضائك انت اليوم الرئيس فانت الرئيس انت تحاسب اعضائك اليوم اذا كان في عهد غير مسكره
كنت انا ارأس هذه اللجنة اللي هي تفتيش على الاتحادات الأندية. اي نادي او اي اتحاد مو مسكر عهدته لسنوات كنا نحيل النيابة نرفع كتاب لمجلس إدارة لحالة النيابة، وين راحت الفلوس هذه؟ ولكن انت اليوم انت مسائل عن اعضائك، ويقول كان زيت كتب على عين وراسي. انت اليوم رئيس نادي المفترض باول اجتماع لك تقول ان العهد تسكر بهذه اللائحه اللي جات من الاتحاد من الهيئه العامه للرياضه، تقول لك انه مثلا بعد شهر او شهرين انك انت لازم تسكر العهد. اذا انت ما سكرت انت راح تحاسب، وارفع اسم الشخص مثلا حق الهيئه العامه للرياضه عليه عهد ما تسكرت. اما انت تقول ان ان, إن انت محاسب، انت اول واحد تحاسب، انت رئيس الاتحاد. طيب شكرا لك محمد العدوان، شكرا لك صالح، شكرا لك الدكتور جاسم مويدي، شكرا لك احمد موسى، شكر لرعاتنا وداعمينا شركه كويت ريد، مطعم التسيم، مطعم سيامي وسطى، بن العميد، اطياب المرشود، ليمون لايم، هاتف 2000، الشركه الكويتيه خدمات طيران كاسكو، دير اندير، معرض بريمير سبورت، وكلاجي فوزيس في الكويت، تولز بيتزا. قالكم باكر الى اللقاء.